ضمن أسرتكم ولا يعرف قطاع أفضل مني، ولذلك وأعيدها للمرة الثانية أرجو أن تتجاوزوا عنا لأننا لم نستطيع أن نكرم الجميع، لأن مهما فعلنا وأقولها للمرة الثانية لن نستطيع أن نوفيكم حقكم. ونعلم جيدا الكثير يظن أن المواطن في الخارج لا يعلم الصعاب التي يواجهها الطاقم الفني على مستوى المستشفيات فيما يخص نقص الإمكانيات وفيما يخص انعدام الأمن إلى آخره من المشاكل. رانا عايشين كامل في الجزائر هذه وما عارفوا كاس كي سباس في كاع لي سيكتور. ألور من باب الدفع المعنوي لا نستطيع أن نعينكم بشيء آخر سوى الدفع المعنوي، أننا نضع يدنا في يدكم كمجتمع مدني وأن نوصل لكم رسالة أن المواطن في الخارج ممتنا لكم جزيلا، وأنكم قد استطعتم بفضل التضحيات التي قدمتموها أن ترفعوا من واقع الصحة المعاش على مستوى عين تيموشنت. نتمنى لكم المزيد من النجاح، نتمنى لكم موفور الصحة والعافية، ونتمنى لكم إن شاء الله مزيد من بوركوابا إن شاء الله الوضع السياسي في البلاد يستقر وبلادنا تعاود تعيش أيام زاهية إن شاء الله، ويستفيد قطاع الصحة إن شاء الله من هذا الرخاء القادم. نتمنى الخير لبلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد المدير العام زرداوي عبد الحميد يكرم من طرف السيدة نجاح نورية الأمينة الولائية للاتحاد الوطني لترقية الحركة الجمعوية. مدير المالية لذات المؤسسة يكرم من طرف السيد كمال بن عربي المكلف بالتنظيم في الاتحاد الوطني لترقية الحركة الجمعوية. جماعة نادينا شوية بالصوت لأنهم زملاء الدراسة، أردنا أن نعطيها بعد آخر. دكتور هلال عبد القادر وقد بلغني أنه لم يحضر اليوم، فتستلم التكريم مكانه السيدة علام خديجة، تكرمها السيدة نجاح نورية أيضا. اليوم نعيوك أنت ولا تطار. عبد القادر يكرم من طرف رزق محمد أمين الولائي لولاية طهران. ليتفضل أحد الحضور لاستلام الهدية مكان الشخص. أبصاري سميرة لتكريمها من طرف بالنيابة. يتفضل الدكتور بن خلفون إبراهيم ليكرم من طرف الدكتور حسين.
معليش هما قدامين. يتفضل السيد الدكتور بن عيسى محمد زهير لتكريمه من طرف السيد محمود بن زيد. يتفضل الدكتور بن شعيب عبد الصامد لتكريمه من طرف السيد داود الطيب نائب المرأة. سفيان لتكريمه من طرف الدكتور حسين. أرجوك المستقبل لازم تكرم معنا حفصي الصديق لتكريمه من طرف السيد محمود بن زيان رئيس بلدية سابق وعضو ناشط في المجتمع المدني. يتفضل الدكتور لتكريمه من طرف السيد مهاجي قادم. يتفضل الدكتور بن ديويس ياسين لتكريمه من طرف السيد مهاجي قادم.